نعمل تحدي جديد. يا جماعة احنا نعمل تحدي اندومي، وانا في بس سنة شطة كبت منه، واحنا نحط الشطة كلها. طب هذا المعاد كان اه ما فيش حاجة، بس الشطة كلها. ما فيش ولا مية ولا شاي ولا لبن ولا أي حاجة. طب ما تجيبش الطاقة قلبها مش عايز يتقلب الشط. الشط قد ايه؟ ما نقول بص عندي ابدأ دقيقة هكتب دقيقة انت عبارة حتى يجب خلاص يا ابني قال هي بس زي الحاجات دي تمام. في حتة عندهم وضع للمكان عندهم ليه ما يزكيش وعن تو سوري ماشي خلاص. شطة قوي نزل جيب ماي لا ممنوع ما تقولون يروح تجيب بص الفرق يا جماعة بص الفرق قلت العقاب عادي كل شطة زيادة الوقت يا جماعة هو اللي كسب والعقاب والفرق بص صغير يعني
ممكن اكثر. لا طعم مية بملح. بوسكي قال لنص معلقة. حبيبي ده ان شاء الله نايس. ما تحد يشرب معي لما انا خير باظت من كتر الشرب. اشرب يا معلم. بص سد مناخيرك انت. مناخيري باظت. ما تشمش ما تشمش. اشرب. ما تشرب تخلص. مش قادر. تاخد عقاب شطة ملح طب. إن ما شربتش. يلا. راحة جميلة. وبشرب. ما نسيبه الفيديو الجاي. اشرب. اشرب حلو. طب راح اجيبك الشطة ما انا احطها فيه. لا. شربت خلي بالك. انت شربت كل عمرك بتشرب. لا شربت ده شربت. كمل. لا بوب تاني بوب كامل. لا يس شربت. شربت نقطة خليك تشرب شربت. زو يعني من الشطة مش هشرب انا تاني. طب خلاص نجيبك نص لمونة. ايه انت عبود انا شربت حبيبي. دلوقتي يا جماعة ما تنسوش اللايك واعمل اشتراك. باي باي. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.